خلينا نبتدي بأهم الأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس بقصر الاتحادية أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا. خلال اللقاء أشاد الزعيمين بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وأكدوا التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، وده في مجال الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. كمان خلال اللقاء تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة، وتم التوافق بين مصر وماليزيا بخصوص ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء جمهورية ماليزيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين أشادا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، لا سيما في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى جانب البنية التحتية والأمن الغذائي، حيث اتفق الجانبان على إعطاء دفعة قوية لمختلف أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية مكافحة الإرهاب، حيث ثمن رئيس الوزراء الماليزي الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد بصفتها منارة العالم الإسلامي، خاصة من خلال دور مؤسسة الأزهر الشريف. كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في ظل التصعيد العسكري الجاري بقطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس في هذا الإطار النتائج التي انبثقت عن المناقشات خلال قمة القاهرة للسلام. وتم التوافق بين مصر وماليزيا بخصوص ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. كما أكد الجانبان ضرورة الاستمرار في توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، حيث أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد. وأعرب الزعيمان أيضاً عن القلق من خطورة اتساع رقعة العنف إلى المنطقة، مع التشديد على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة التهجير القسري لأهالي غزة، وتأكيد أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.